نور، يعتبر الإنسان كائن خاص الله بأسمى الصفات منذ الخلق، وأوجد فيه طاقات هائلة كان لابد عليه من استثمارها بطريقة إيجابية من أجل حياة أفضل. أكيد سلمى، مع اقتراب أيام شهر رمضان الكريم يعيش الصائم حالة من الروحانية لا تشبه باقي أشهر السنة، وبالوقت نفسه ربما ساعات الصيام الطويلة تجعله يعيش حالة من التوتر مع درجات الحرارة العالية. اليوم رح نحكي مع الدكتورة غالية البغدادي الأخصائية بعلوم الطاقة عن الطاقة الإيجابية للصيام وكيف ممكن نستثمرها. أكيد. يسعد صباحك. وصباحك ينعاد عليكم، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير كمان وانتي شهر بخير يا رمضان. رب. يسعد يخليك. صباحك وصباحك سلمى. دكتورة. خلينا نحكي بالبداية انه بشهر رمضان بشكل عام نظام الحياة بيتغير، نظام حياة الصائم جزء كبير بيتغير نفسيا كمان، كيف فينا هيك شوي نغير هالتغيرات النفسية ما تكون سلبية؟ تمام. هلا هو شهر رمضان له خصوصية كتير فظيعة، يمكن يعني حتى الناس بيستغربوا بحالهم انه شو عم يصير بهذا الشهر. هلا هو شهر نوراني اذا بدك، طاقاته روحانية عليا لدرجة الجسد كله بيهدى، يعني بيصير عندك طاقة أو هالة من النور النورانية. يعني قد ما كنتي بتعصبي بتحسي حالك بتخف عصبيتك، تعاملك مع الناس بيختلف، يعني في شيء من الروحانيات العليا هي بتصير بهذا برمضان بالذات، بشهر رمضان. فنحن كيف لازم نستغل هالقصة أو كيف لازم نستفيد من هذا الشهر من كل بكل طاقاته، يعني إن كان بتعاملنا مع الناس، بطريقة أكلنا، بطريقة شربنا، يعني كيف لازم نقدر قد ما فينا نستفيد من هذا الشهر وحتى ننظم مسارات الطاقة عنا حتى تنفتح صح. لأنه بشهر رمضان مسارات الطاقة عنا كلها بتبلش تفتح، يعني بيكون في شيء مسكر بس على الروحانيات العليا، وخصوصي أنه هو شهر نوراني وفي روحانيات كتير قوية، فبتحسي أنه شاكرة التاج اللي هي بأعلى الرأس بتضل مفتوحة، فبتحسي عندك كم هائل من الروحانيات، حتى التسامح. يعني لأنه كمان مثل ما بيقولوا أنه الطاقات الشر أو الطاقات السلبية كلها بتنحل حبس بهذا الشهر، فبتحسي حالك انت قد ما صار معك قصص متسامحه اكثر من باقي الاشهر، عندك هدوء اكثر من باقي الاشهر، الا بتحسي عند الناس مثلا اللي بيدخنوا يعني عندهم زياده بهدول بيكون طاقه سلبيه او شيء، هدول بس الناس اللي شوي بيضلوا معصبين، بتعرفي لانه نقص النيكوتين بالجسم وهالقصص فبتعمل لهم شويه تعصيب، ولا هو شهر كثير رواق كثير بيخلينا قد ما فينا ننزل من الطاقه السلبيه الزايده اللي عندنا. طيب خلينا نحكي يمكن بعض الخطوات اللي يقوم فيها الصائم ليستثمر فعلا مثل ما قلتي هي يمكن الطاقة الروحانية اللي بتكون موجودة خلال شهر رمضان، من خلال يمكن حياته اليومية، تعامله مع الآخرين، كيف فعلا حتى ضغط العمل، الحرارة المرتفعة فيني استثمرها بشكل إيجابي نوعا ما، يعني لخفف عني يمكن متاعب النهار وأنا صايم. تمام. هلا نحن كل سنه يمكن بنجي بنقول يا الله شهر رمضان بالصيف والله يعيننا وهلا العطش وكذا، 7 الصبح لل 7 المساء، يعني بتعتبري اكثر من 12 ساعه. تماما. بس بنهايه الشهر شو بنقول؟ بنقول يا الله ما كيف مرق ما حسينا فيه، صح ولا لا؟ هلا نحن على طول حكيتها بالحلقات الماضيه وبرجع بحكي انه نحن بنعمل او بنجذب لنا القصص، يعني قبل قلت هذيك المره قبل ما يجي الشتاء بنقول هلا بدنا نبرد، قبل ما يجي الصيف نقول هلا بدنا نشوب الله يعيننا، قبل ما يجي رمضان هلا العطش وهلا كذا، ما بنتذكر على طول، يعني ما بنتذكر الشيء الايجابي اللي بيصير بالشهر او حتى بحياتنا. يعني نحن ما بعرف في برامج عنا كل شخص نزلها وهي غلط، انه على طول نضل او نذكر الشغلات السلبيه اللي معنا ما بنذكر الايجابيه. هلا اذا بدنا نحكي مثلا واقع، هلا قديش سلمى بتذكري الشغلات الايجابيه بنهار عندك؟ يعني بنسبه 50%. يعني بتحسي انك انت من الناس، هلا انت حدا كثير ايجابي اكيد يعني مشتغل على حاله كثير، بس في ناس طول ما لا قاعده بس تتذكر السلبي، يعني بتضل بتذكر هلأ الشغلات بالمجمل السلبيه. صاير الكل سلبي على ضغوطات الحياه، الظروف الحياتيه اللي عم نعيشها، ظروف الحرب، فبتلاقي بأي طاقه سلبيه طاقة منتشره حواليك، فبتلاقي بتروحي مثلا بمكان عام بتلاقي العالم عم تنق، يعني ما بتتذكر غير الشيء السلبي، بتروحي كمان على مكان العمل نوعا ما بتحاولي تحيطي حالك بطاقه من الايجابيه تخلقيها لحالك، يعني لتغيري نهارك يكون مختلف. تمام. هلا بس بطبيعتنا اكيد في كثير، رغم كل شيء عم بيصير معنا في شغلات ايجابيه عم بتصير معنا، يعني رغم كل شيء سلبي على طول في طاقات ايجابيه عم بتصير معنا. هلا اذا نزلتي على الطريق مثلا، هلا انا كثير بستمتع يوم
الجمعة لما بنزل بلاقي الناس كلها بالجناين قاعدة والأولاد عم تلعبوا، بتحسي في حياة في حركة. هلأ مثلا قبل شهر رمضان انزلي على الأسواق العجقة والناس عم تتسوق والناس يعني في شيء إيجابي، بس نحن مشكلتنا على طول ما بنشوف هذا الشيء. تمام، ما بنشوف هذا الجانب، بنشوف الجانب السلبي. مثلا نزلتي لقيتي كل الناس عم تشتري وكل الناس بتطلع تقولي يا الله شو غالي. طب غالي بس الناس عم تشتري، صح؟ يعني ما بنشوف الشيء الايجابي انه غالي بس رب العالمين عم يرزق، في شيء عم تقدري تجيبي. يعني ورغم كل شيء غلا عم يصير معنا لحد الان انه في شيء نحن عايشين، يعني قدرانين نعيش، مو مثل غير بلاد في ناس ما فينهم ابدا. فنحن مشكلتنا بالحياه انه على طول بنشوف من الجانب السلبي، ما بنشوف من الجانب الايجابي. حتى شهر رمضان بنشوف انه ولي عطش وتعب وبدنا نطلع على الشغل، بس ما بنشوف الطاقه الروحانيه القويه اللي بتصير فيه. هلا مثلا نحن بنصوم، يعني انا وسلمى مثلا بحس نهارك مختلف. يعني شهر رمضان متعب بالنسبة لي، لأنه أساسا أنت في عندك تحديات، كان الصيام، إن كان طريقة تعاملك، ضبط أعصابك طول النهار. فأنا قديش فعلا اختلفت من السنة الماضية لهي السنة، فقديش فعلا فيك تستثمر هي التفاصيل لو هي تفاصيل بسيطة، بس كمان إلى أثر إيجابي بحياتك بشكل عام. طبعا إلى أثر كتير إيجابي وخصوصي على جسمنا. يعني نحن جسمنا لما بهذا الشهر لما بيكون في عنا هالروحانيات القوية ونحن فتحنا مسارات الطاقة، يعني ساعدنا بطريقة، حتى بطريقة أكلنا، بطريقة هلأ في شغلات ناس بتعملها غلط ما بتستفيد من الشهر صح، انه مثلا بيقضوا لك طول النهار نايمين. هلا هدول ما اخذوا الطاقه النورانيه اللي بتكون بشهر رمضان، اللي بتكون بنهار، يعني في طاقه جدا قويه بتنزل على الارض بنهار بشهر رمضان، لدرجه انه بتحسي، حكيتها وبرجع بحكي، انه تسامح بيصير عندك كثير، بتمرقي كثير قصص، ما عاد تدققي على يعني بتحسي في سلام بينك وبين حالك، حدا زعلانه منه بدك تصالحيه، يعني ما بتحبي يمرق هذا الشهر لما تكوني عامله. فهي الطاقه الروحانيه هي اللي بتنزل على الارض بتعطيكي هذا الشيء. الناس اللي بقضوه نايمين ما بيستفيدوا منها مثل ما لازم الشخص يستفيد منها. حتى اللي بيضلوا مثلا انه طول الليل سهرانين، يعني بيخربطوا نهارهم كمان، ما بيستفيدوا، ما بتحسي انه طلعوا من الشهر استفادوا. حتى بطريقه الطعام، الناس اللي مثلا وقت يقدن المغرب وقت بيضلوا ياكلوا كميات، يعني شيء دسم كثير وكميات كثيره، انه لدرجه ما عاد فينا يتنفس، كمان هذا تعب جسمه، لانه هو الصيام هو بيريح اعضاء جسمنا كلها، يعني بتحسي بيعطيكي هو تنظيف للجسم، فما بتحسي حالك انك انت كثير استفدتي. اكيد في استفاده من الشهر، في من الطاقات الروحانيه او النورانيه، بس ما بتكون الاستفاده الصحيحه. ليه؟ لانه انت نزعتي حالك مسارات الطاقه او نزعتي هي الروحانيه العاليه اللي بتنزل. يعني المفروض ننتبه مثلا النوم ما يكون انه ننام، يعني فيك تنامي مثلا ساعه بالنهار، بس اللي بيقضوا طول النهار نايمين انتم خففتوا من قيمه هذا الشهر، ما اخذتوا الطاقه المضبوطه. يلي بياكل كثير عند الفطور، يعني بالتخبيص بيصير فظيع، يعني انه كثير الوجبات وكذا، كمان هون نزع طاقة جسمه. يلي بيقضي طول السهرة مثلا انه هو عم بيتناول كمان الحلويات والقصص، وفي ناس بيستغرب فيها انه مثلا بعد ما يفطروا بيرتاحوا بيرجعوا بياكلوا لحوم او شيء، كمان هون نزع هاي الطاقة، لان انت بتعرفي انه الروحانيات بدك تفوتي بهذا الشهر وروحانيات، لازم قد ما فينا نخفف لحوم، لانه كل شيء منتوجات حيوانية واللحوم بالذات بتخفف من الطاقة الروحانية. كل ما اتجهتي للشغلات النباتية اكثر بتحسي الجسم بيتنشط اكثر وبتعلى الروحانيات عندك. فلازم نكون متوازنين حتى هذا الشهر قد ما فينا ناخذ منه طاقه ايجابيه وتضل معنا لبعدين. يعني غالي حكينا سابقا عن التفاصيل البسيطه اللي ممكن الانسان يساويها بشكل عادي باليوم تمنحه طاقه ايجابيه. برمضان اكيد مثل ما قلتي الشهر لحاله بيمنح الناس طاقه خير، طاقه العطاء. كمان في تفاصيل كثيره يمكن الواحد ممكن يساويها، مثلا مثل ما قلتي انواع معينه من الغذاء، ضبط اليوم، شو الشغلات لازم يتجنبها ما يقرب عليها ابدا. تمام، هلا اهم شيء انا بحب انه الشرب المي كثير، يعني من المغرب للسحور انه يشرب كثير مي، يعني حتى يعوض هذا الشيء. هلا يبدا نهاره مثل العاده، يبدا نهاره ببسمه بضحكه، نهار كثير حلو، ما يحسب كثير حسابات انه يا الله هلا شوب ويا الله، لا يطلع عادي ويمشي عادي. اليوم بيمشي بسرعه على فكره، بس تكوني مبسوطه ومتسامحه وعم تقولي نهاري حلو وكذا، بحسي يومك مشي بسرعه. ما بس انت كل شو عم تطلعي هلا باقي لسه باقي 5 ساعات، لسه باقي
سبع ساعات على المغرب، هون كل مالك انت بتزودي الطاقه السلبيه عندك وبتصيري بتعصبي لدرجه انه بيصلوا هدول الخمس دقائق قبل الاذان لما بيكونوا حاطين اللي بده يؤذن هاي الموسيقى، حسي صار عندك تعصيب مو طبيعي، يا الله يلا ومدري شو بيصير. والكريم تلاقيه يعني اخلاقه ضيقه، شو بك انا صايم النار. تمام وكانه تمام يعني وكانه هو الصيام يعني هو شيء انه لازم نحن، او هي على فكره عاده مكتسبه يعني انه يعني لازم انه هو صايم يعني هو معصب ما حدا يحكي معه. تمام انه ما حدا يحكي معه يعني هي عاده على فكره ما هي صحيحه ابدا. هو يمكن تعلمناها من الاجداد الاباء انه خلص هو صايم يعني ما لازم يحكي معه، ما لازم تفوتي معه باي نقاش، يعني ليش؟ ما هو شهر مثل كل هالاشهر بس انه في طاقات روحانيه قويه، بتحسي حالك التسامح والشيء لتنظيف الجسم، يعني الصيام بينظف الجسم بهذا الشهر، بتنظفي جسمك، بترجع بناء الخلايا بتتجدد، بيرجع مسارات الطاقه بتفتح، يعني بعد الشهر بتطلعي بتحسي حالك كثير في شغلات منيحه اخذتيها، بس اهم شيء انه نمشي صح مثل ما كنا عم نحكي عن الغذاء، انه نشرب كثير مي، نقضي نهارنا عادي، ما كثير نذكر الشغلات السلبيه، يعني نلهي حالنا بالشغل، نلهي حالنا بشغلات ثانيه، ما كثير نقضي ونحن عم نحسب الساعات وهيك. عندك وقت الفطور، نبلش عن جد نفطر بتمر، يعني نبلش بثلاث تمرات، كاسه المي بعدين ثلاث تمرات، ونكون عم ناكل كثير على مهلنا، يعني الاكل بسرعه بيعمل لنا تلبك معوي، بيعمل لنا تخمرات، بصير الشخص بيقول لك ولي ما عاد اقدر، مدري شو صلي، لدرجه انه بتاكلي بتصيري بس بدك تنامي. ليه؟ لأنه نزلت طاقتك فورا، المعدة ما عاد فيكي تعملي شيء، ليش؟ لأنه راح كل اتجاه الطاقة تبعك على الهضم، بس صار بده يهضم بده يخلص من الأكل اللي أكلناه. غلط كتير التنويع، يعني أنا ضد أنه ننوع أكثر من أكل، هذا شيء كتير غلط خصوصي بشهر رمضان. يعني أول شيء كالناس اللي بتحكي لك مصروف، أول شيء نحن خففنا مصروف من هالناحية، والشيء الثاني لجسمنا صحي أكثر، يعني صحن سلطة وطبق رئيسي وفقط، أو شوربة مع سلطة مع طبق رئيسي وفقط، أما أنه أكثر من أكلة، وفي ناس أنه لا لازم فول ولازم تسقية ولازم شوربة ولازم ولازم، هذا كله غلط. كل ما أنت نوعتي بالأكل أنت تعبتي جهازك الهضمي، ما تستفدتي من الصيام. لازم سلطة نبلش بالتمرة كاسة المي وعلى أقل من مهنة، يعني كمان غلط أنه نكرع كاسة المي كرع، هي كتير كمان بتضر الجهاز الهضمي. عم هنا بعدين بناكل ثلاث تمرات نرتاح شوي صغيرة، أو حتى يلي بيقدر يقوم مثلا يصلي المغرب ويرجع، هاي شغلة كتير منيحة. يلي ما فينه يبلش يتناول، يبلش بصحن السلطة بعدين الطبق الرئيسي. الحلو أنا ما بفضل أبدا فورا بعد الفطور، أقل شيء بعد الفطور بساعتين، ليش؟ لأنه نحن منكون طرحنا وجبة الفطور بعدها فينا ندخل حلو، لأنه أنا لما بدي دخل أي وجبة على وجبة الفطور حيصير معي تلبك معي، حيصير معي تخمر، يعني بتصير المعدة بيصير فيها تخمرات ما عاد تهضم صح. فنستنى نحن ساعة، يعني ما حقلهم مثلا ساعتين، نستنى ساعة قد ما كان وبعدها نبلش. يعني عندنا بعدين في مثلا الناس اللي بتصلي التراويح، يصلوا التراويح بعد التراويح يرجعوا يأكلوا الأكلة الحلوة. وجبة السحور كتير مهمة، الناس اللي بتقلك أنا خلاص فطور وما بتسحر وبنسى، يعني بنام كمان في مشكلة تلاقيها. تمام، يعني السحور كتير كتير مهم، ولو بدك تتسحري مثلا على الساعة تنتين، يعني ما بالضرورة أنه مثلا تضلي لوقت السحور مثلا ثلاثة أو كذا، لو على الساعة تنتين معلش، بس لازم تمرقي شيء، تمرقي شيء خفيف، يعني مثلا خبز خالة مع أي شيء نوع مثلا جبنة أو لبنة أو أي شيء، يعني شيء خفيف. بس بفضل كمان نمرق شيء من الفواكه، يعني هلأ مثلا كان بطيخ أو دراء أو شيء، لازم نمرق قطعة فواكه. شرب المي كتير مهم على السحور، أكدت على خبز الخالة، ليش؟ لأنه الخبز الأبيض بس تاكلي خبز أبيض هو سريع الهضم، بس تتسحري تاكلي بعد ساعة أو ساعتين بتحسي حالك انهضم بسرعة فورا رجعتي، أما بس تاكلي خبز الخالة في الألياف، الألياف صعب تنهضم بتطول، فبيعطيكي فترة أطول لحتى أنك تقدري تجوعي. ما فضلي تسحر وطبخ أو دسم نهائي، لانه بيعمل كثير تعب لجهازنا الهضمي، فضل على طول الشغلات الخفيفه ونشرب عصير او ناكل قطعه فاكهه، كثير بيكون نهارنا كثير حلو، يعني بتكملي نهارك ثاني يوم وانت صايمه بتكوني كثير مروقه، لا معدتك عم تجعك، لا لك متضايقه، لا لك معصبه، مسارات الطاقه عندك كلها مفتوحه، اخذي الطاقه الايجابيه لفوق. اكيد اكيد دكتوره غاليه، نهارنا حلو بوجودك والطاقه الايجابيه اللي بتمنحي لنا اياها كل مره بتكوني معنا موجوده، بنشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. تسلمي لي حبيبتي. شكرا كثير لك دكتوره، واكيد حيكون لنا محطات خاصه برمضان لنحكي اكثر عن طاقه الصايم. شكرا لك. خلي لي اياك. اما هلا محطتنا